رغم صعودها كأحد أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث وبفارق بطاقة صفراء، إلا أن فيتنام تحلم في مواصلة تحقيق المفاجآت، وإن كان خصمها بحجم المنتخب الياباني المختص بالتتويج بلقب آسيا. كرة فيتنام تطورت منذ تعيين الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو مدرباً عام 2017، ونجح سيو في قيادة منتخب تحت 23 سنة إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر أمام أوزبكستان بواحد مقابل اثنين، وإلى نيل المركز الرابع في دورة الألعاب الأسيوية أسياد إندونيسيا 2018، وهو بدوره إنجاز غير مسبوق. وكانت قمة نجاحات العام بارك كما يطلق عليه في فيتنام قيادة فريقه إلى لقبه الثاني بعد الأول في عام 2008 في بطولة رابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان، بتخطيه غريمه الإقليمي ماليزيا في النهائي بثلاثة مقابل اثنين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، مفجرا فرحة غير مسبوقة في البلاد. ويتواجد حالياً في تشكيلة فيتنام 10 لاعبين ممن سبق لهم اللعب في مونديال الشباب 2017، ومن بينهم نوغوين غوانغ هاي، والذي يعرف باسم ميسي فيتنام بسبب ذكاء تمريراته وإتقانه للركلات الحرة، وهو سيشكل كوانغ فيونغ نوغوين صاحب هدفين من أصل الأهداف الخمسة التي سجلها منتخب بلاده في النسخة الحالية لكأس آسيا، نقطة الثقل الهجومي أمام اليابان التي لم تقدم حتى الآن أداء مقنعا يخولها الفوز بلقبها الخامس، لكنها تبقى اليابان، وهذا أكثر ما يقلق أنصار فيتنام.